السلام عليكم. كما كتشاهدوا سي اسطايم اللي كنشجعوهم من هذا المنبر وكنقول لهم تحيه خاصه لانهم ساعدوا هاد الابطال باش يكونوا هما بحالنا حنا حتى هما يوليو ابطال. سي محمد تقدر تقول لنا التظاهره نجحت 100%؟ تقول لنا شي كلمه. حنا التظاهره الاولى ديال السباق على الطريق بالنسبه للاطفال نجحت الحمد لله، وكنتمناو ان شاء الله التظاهره ديال غدا اللي هي تظاهره عالميه اللي غادي يشاركوا فيها واحد العدد كبير ديال العدائين حتى هي تنجح ان شاء الله، وكنتمناو خير لهذا السباق هذا باش نحطوه في واحد الرقم قياسي اللي اكثر من 27 دقيقه و 30 ثانيه. استاذ قول لنا على الابطال اللي جاوا من خارج المغرب وداخل المغرب، غدا غيكونوا شي ارقام قياسيه ان شاء الله؟ كنتمناو ان شاء الله غدا غادي يكونوا ارقام قياسيه لان حيت جاوا عديد من الاعداء من بلدان افريقيه، كينيا، اثيوبيا، جنوب افريقيا، كذلك دول اخرى. كنتمناو ان شاء الله في هذا السباق هذا يكون رقم قياسي لما لا المغاربه اللي مشاركين. بغينا شي كلمه اخيره الله يحمي والديك بالنسبه لكم انتم كل احنا الكلمه الاخيره اللي كنتمنى كنقول للرودانيين الناس ديال الرودان ترحبوا بهاد الناس اللي جاوا عندهم ويشجعوهم. وهذا السباق هذا هو راه ديال الاستافوتينغ ولكن حقيقه هو ديال مدينه تارودانت. سي الحاج غتبقى معنا واحد البطل اللي كان بطل ديال كازابلانكا وغني عن التعريف هو كمال سعيد وكمال اللي غيقول لنا. كمال خليك معنا سي الحاج. سي سعيد وكمال غتقول لنا كي جاتك المشاركه وانت يا في مدينه تارودانت. والسباقات ديال الاسطى معروفين على الصعيد المغربي، وتبارك الله السباق دائما تنحضروا لهذا السباق هذا تيكون دائما في المستوى، والارقام قياسيه تبارك الله تتباطى فهاد انت كتشوف اسطى ديما فوتينغ ديما حاضره في جميع السباقات. اش كتقول لنا وانت كنتي مشارك وكنتي كتحمل الشاره ديال اسطى فوتينغ؟ انا صراحه تجيني التبوريشة ملي كتكون تنحس تنتمنى يا ليت الشباب يعودوا يوما كن مجري في هذا السباق هذا ديال تارودانت. معنا واحد الحاج اللي ما كان مخلوع ما كيبخلش علينا التريتور ديالنا ديما خدام معنا وديما كيجيب الابطال وكيساهم بجد ونشاط. قول لي شي كلمه. اش نقول لك استاذ؟ انت راك استاذ كبير وصحفي كبير تبارك الله عليك، بعداك تجيب لها الابطال المعروفين، انت بعداك هذه معروفه هذه ميزه فيك تعرف الابطال المعروفين هنا في المغرب. تنهضروا ان شاء الله عندنا واحد مشاركه غدا ديال 10 كيلومتر هنا في مدينه تارودانت، وهذه المدينه تتعجبني بزاف. حنا غدا غنجري واحد 10 كيلومتر ان شاء الله مع الصباح، غادي نشاركوا مع السباق مع الاصدقاء ديالنا والصديقات ديالنا ان شاء الله. تقدر تقول لنا الجمعيه وشحال من المشارك جايين معك؟ هما فرحانين. حنا تقريبا 24 مشارك فيهم الذكور والاناث تبارك الله. غادي نكونوا غدا ان شاء الله، حنا غادي نجيو مجموعين ان شاء الله وباذن الله. المهم هي المشاركه ماشي الفوز. المهم هي المشاركه استاذ، وتبارك الله غندوزك واحد البطل افريقي في السباحه وفي العدو هو الاستاذ زكريا. استاذ زكريا معنا غني عن التعريف، انا جرى معايا وكان اعترف به لانه بطل ديال السباحه، ولكن السباحه بدون جري على الطريق ما يمكنش. غيقول لنا شي تصريح على السباقات. زعما هذا السباق هذا سباق دولي وسباق عالمي، وكل الظروف ملائمه لتحقيق ارقام قياسيه، وكنشيدوا بالمجهودات الجباره اللي كتقوم بها عائله اسطيب كبيرا وصغيرا، وعلى راسهم الحاج ومحمد والسي عبد الملك. وهذه المدينه جميله بالناس اللي كيشرفوا عليها من السلطات المحليه، وكنتمنى لهم حياه كلها مليئه بمثل هذه الانجازات. معنا واحد البطل اللي غادي ندوزوه حتى هو من مدينه الصحراء اللي غيتكلم لينا من توبقالت، لانه كيشارك مع عدائين عالميين وراه كيستعد ان شاء الله باش غيدير شي جوله على المغرب كامل. ممكن تعطينا معطيات على السباقات اللي كتشارك فيهم وانت جيتي لتارودانت؟ جيت للسباق تارودانت باش نساعد السباق تاع تارودانت، نساعدهم نخدم معاهم نساعدهم ان شاء الله، وغدا ان شاء الله غندير معاهم ان شاء الله ديبار كافوتينغ. كندير ماشي ليفر غادي تجري ليفر؟ لا 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 ان شاء الله ليفر ان شاء الله غدا ان شاء الله دي كيلومتر ان شاء الله. بالمناسبه كما يعرفوا المغاربه السباق لما كيكون بالارنب
كينجح 100%. هادو هما اللي كيستعدوا مع العدائين باش يديروا الارنب باش يكون عنده توقيت عالمي. اش كتقول لنا على الارنب وانت غادي تشارك غدا كارنب باش تبريباري السباقات على المغرب ياك؟ انا كندير 100 كيلومتر بخومي ماروكان تروازيام عالميا 150 كيلومتر توب قلب. غدا ان شاء الله غندير كيلومتر ان شاء الله ديبار بحال ليفر ان شاء الله غدا ان شاء الله ميل ان شاء الله. انت غتكون ارنب ان شاء الله باش يشرح الاخوان الارنب اشنا هي. الارنب هي ديك كيلومتر الاخراني كيكون سريع باش تعطى رقم قياسي في 10 كيلومتر ياك. نعم باش تحتم رقم قياسي. نعم نعم باش تحتم رقم. نعم 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 هادشي اللي كاين. شي كلمه للعدائين والمنظمين. كنتمنى توفيق العدائين ونتمنى توفيق حتى الرقم القياسي ان شاء الله للسباق ان شاء الله يكون ان شاء الله باذن الله. استاف فوتينغ ان شاء الله. من هذا المنبر كنحييكم الاعلاميين وكنشكركم على جميع التغطيه الاعلاميه اللي باش ينجح هذا السباق 100% ويكونوا رقم قياسي. وشكرا من هذا المنبر. تحيه خاصه. باي باي والى اللقاء.